وننوه مشاهدينا الكرام بهذا الخبر العاجل، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته 12، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع قدمت الدكتورة منال عوض عرضا تفصيليا حول الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي المقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، حيث أشارت إلى الموقف الخاص بتوجيه الدعوات لكبار المسؤولين الدوليين لحضور المنتدى، وكذا موقف التسجيل لحضور فعاليات المنتدى التي تتخطى 530 فاعلية، مضيفة أن المعرض الحضري سيضم نحو 170 عرضا من مصر ومختلف البلدان. هذا ونوهت الوزيرة خلال عرضها إلى البرنامج المقترح لفعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته 12، وموضحة أنه سيتم افتتاح مشترك لمختلف الملتقيات الجماعية: الملتقى الشعبي، ملتقى الأطفال والشباب، ملتقى الحكومات المحلية والإقليمية، وملتقى المرأة، وملتقى الأعمال والمؤسسات. هذا إلى جانب افتتاح المعرض الحضري، هذا فضلا عن عقد العديد من الفعاليات الثقافية على هامش انعقاد أعمال المنتدى. كما نوهت كذلك الوزيرة خلال العرض إلى العديد من الأنشطة المقرر إقامتها قبيل انطلاق فعاليات المنتدى في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، والتي تسهم في التعريف وزيادة الوعي بمفاهيم التحضر للعديد من الفئات المستهدفة. وأضاف وزير الإسكان: سيتم خلال فعاليات المنتدى استعراض ما تحقق من إنجازات للدولة المصرية في المجال الحضري، كذا ما يتعلق بالتطوير العمراني على مدار الفترة الماضية وجهود الدولة المستمرة في هذا الصدد وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة. كما أنه سيتم عقد العديد من الجلسات الخاصة والموائد المستديرة لمناقشة العديد من الموضوعات والملفات التي تتعلق بالتطوير الحضري والعمراني ودور هذه الموضوعات في تحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة بمختلف البلدان. شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف الخاص بالترتيبات اللوجستية وما يتم في هذا الصدد من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بضيوف مصر من حضور المنتدى، وذلك بما يؤكد قدرة مصر على تنظيم واستضافة مثل هذه الأحداث والمناسبات الدولية رفيعة المستوى ويعكس الوجه الحضري لها. من جانبه أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن وزارة الخارجية قامت بتوجيه الدعوات لمختلف قادة ورؤساء الدول والحكومات لا سيما من الدول الأفريقية، وأنه جاري متابعة تأكيد الحضور والمشاركة لمختلف الوفود الرسمية. أضاف وزير الخارجية كذلك أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد العديد من جلسات التوعية للسفراء المعتمدين في القاهرة من أجل توضيح مختلف جلسات وترتيبات عقد المنتدى.